حضرتك في 2006 2005 قررت انك تشتغل في حلج الاقطان. بالزبط. قبلها كنت وكيل اول وزارة الري، وبخبرات السنين بدات هذا المشروع. تمام. ما قدرتش تشم نفسك صح ولا لا؟ فتحنا المصنع سنه 7 8. ايه اللي حصل؟ 8 احدى شركات وردنا لها القطن ما سددتش القيمه بتاعته، حصل لي عجز حوالي 80 مليون جنيه. خطبت كل الناس ورفعت، المهم وصلنا في الاخر الى قضايا. انت بدات القضاء من امتى؟ بدأت القضايا من سنة 11. طيب خلينا نرجع تاني ل 2006 لما حضرتك قررت تعمل مصنع لحلق الأقطان. هي صناعة. بالظبط. هي صناعة كبيرة جدا. كلفك كام المصنع ده أو المحلق ده؟ أنا خدت طلبت الكلام ده، عملت الدراسة الفنية وعملت يعني طبعا لفيت في بحري في حوالي 6-7 محالق. إشمعنى القطن بالذات؟ أنا كنت غاوي هذه الصناعة، إن أنا وأنا كنت مهندس ري صغير كنت بمر على الغطان كتير، كان عجباني حتى اللوزة بتاعة القطن وهي طالعة. المهم حضرتك عملنا هذا المحلق من سنة 6، قدمنا للبنك الأهلي المصري، هو الحقيقة أستاذ البنوك في مصر، وجدوا أن الدراسة بتاعتي سليمة، ادوني تمويل حوالي كان 6 مليون جنيه ساعتها، أنا تقريبا ساهمت بحوالي مليون كمان معاه. يعني 7 مليون عملت كل الدواليب. 7 مليون عملت هذا الكلام اللي هو يساوي دلوقتي أكثر من 250 مليون. مصنع 40 ألف متر ومحلك بالحجم. أيوه. ده كم دولاب عندك من الدواليب دي؟ 72 دولاب، مكبس هيدروليكي، سيبريتورز بتجيب كل حاجة أوتوماتيك. كل ده أنا عملته بستة مليون جنيه أو 7 مليون جنيه. تمام. عملنا المصنع والبنك الأهلي سندنا بقوة صح كده؟ بالضبط يا فندم. وأنشأت هذا الأمر وكان مفروض عنا أصاب بنسددها. سنة 8 في آخرها ربنا رزقنا بالشركة دي عملت هذا المشكلة. بدأنا نشوف القصة، لقيت إن الحلول الودية كلها مش جايبة نتيجة، دخلنا لجنة التحكيم ومش عارفين، لغاية سنة 11 بدأنا نرفع قضايا. توجهنا مرة أخرى إلى البنك الأهلي، حكينا لهم القصة بالضبط وقال الموضوع وادي الورق ودرام والمستندات كلها. البنك الأهلي أولا هو عندهم يعني اسمح لي أقول لحضرتك خبرة في مثل هذه الحالات. تمت الدراسة إزاي؟ عايز أفهم حضرتك الدراسة تمت إزاي لموقف شركة الفريد؟ هم الدراسة تمت أولا، أنت وردت القطن، المستندات بتاع توريد القطن. طيب هيئة التحكيم لما عملت، هيئة التحكيم دي هيئة رسمية طبعا، طلعت عليهم فلوس كذا، ادفعوا فلوس كذا ما دفعوش، عملنا القضايا رفعنا القضايا. الكلام ده كله شافوه. طيب الكلام ده عند البنوك عمال يركب في فوائد تاني عليه، بتتكوم عليه فوائد أخرى. اقتنعوا بالكلام، قال لك نعوم هذه الشركة، إن الشركة دي كانت شغالة كويس وشركة واضح إنها يعني مثلا محرك زي ده اتعمل ما يخرش المية. عملوا لنا جدولة في بقى يدونا فلوس. القرار بعد قد ايه من احنا نساند هذه الشركه مره اخرى؟ هقول لحضرتك يمكن بعد ما قدمنا الناس سريعه، يمكن ما فيش 3 شهور. اول سنه اداني 50 مليون جنيه رغم التعثر. هم ما هو بدراستهم عارفين ان انا بشتغل وانا تاجر شاطر، يعني هو ايقن ان انت لازم تقوم تاني. لازم اقوم تاني. وهو في نفس الوقت يعني هو برضه انا هو بيحصل فلوسه وبيوقفني انا، لان كل العمال دي لو مشيت وقفلت الشركه مش هستفيد حاجه، ولا مصر هتستفيد حاجه. مصر هتستفيد حاجه. صحيح. الناس دي كلها هتتحول إلى شيء مش كويس.